وصلنا لمساحتنا الخاصة بعالم الطفولة، الطفل الوحيد. كثير يعني الصورة الموجودة بالمجتمع أنه هو طفل مدلل ما بيحمل المسؤولية. رح نتعرف اليوم عن أساليب التربية الصحيحة للطفل الوحيد، أكيد مع ربا ناصر، استشارية طفولة مبكرة. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير ربا. بالبداية يعني بالوضع الصعب عم نشوف الناس عم يجيبوا طفل أو عم يجيبوا الطفل وبعد يمكن سنوات طويلة ليجيبوا الطفل الثاني. هون كل الاهتمام، كل يعني الحب كل الاهتمام والعناء بيجي على هذا الطفل. خلينا نحكي كتر هالاهتمام قديش يمكن هي بتأثر بالسلب على الطفل عند اندماجه بالمجتمع وعند اندماجه مع أطفال تانيين. أول شيء الطفل الوحيد معنه من اختيار الأهل، يعني أغلب الأهالي هلأ كتير بيحبوا دائما حتى بظل الظروف الاقتصادية بيحبوا أنه يكون عندهم طفل اثنين من شان هي مشاكل الطفل الوحيد أو أنه الخوف الزائد أو الدلال الزائد، لأنه دائما الإنسان بصفته العاطفية الشديدة كأم أو أب، يعني الأم بتكون عاطفتها الشديدة بتدفعها لحتى تلبي كل رغبات هذا الطفل، والأب هو شايف أنه هذا الطفل هو أمله بالحياة. فبسبب هي المشاعر الجياشة العاطفة الكبيرة عم يخلق عند الأهل خوف، عم يدفعهم ليتصرفوا سلوكيات ما أنا محببة كأساليب تربوية مع الطفل. تمام. فهذا الطفل الوحيد عم يعاني من حرص زائد عليه، من حب، هذا الحب عم يحجمه أو عم يدفعه لحتى ما يجتمع بالآخرين، أو مثلا هو عم يخاف من برات الجو الأسري تبعه لأنه ما عم يحس بالثقة بنفسه، لأنه هو معتمد بكليا على أهله، الحب محاط فيه بأسرته، عم يخاف من أي حدا غريب برا. الحب الزائد هو اللي عم يقتل شخصية هذا الطفل. الاعتناء الزائد عم يحسس الطفل أنه أنا بحاجة دائما حدا أنه يهتم فيني، فشخصيته دائما غير مستقلة، ما أنه حاسس بالمسؤولية. طبعا نحن هون بدنا نحكي عن الأساليب التربوية يلي بتخلي الأهل يعملوا من هذا الطفل. طبعا أنا دائما بقول الطفل الوحيد هو فرصة مثالية كتير لحتى يكون الطفل مثالي، يعني إذا كان في أساليب تربوية من الأهل وثقافة عامة ودائما هن مطلعين على أفضل الطرق للتعامل مع هذا الطفل، دائما بيطلع عنا طفل مثالي. يعني أنا من وجهة نظري أنا، لأنه هذا الطفل أنت عم تشتغلي عليه بأفضل الطرق، بأفضل الأخلاقيات، بأفضل السلوكيات، عم تكوني معه بكل خطوة، طبعا بده يطلع عندك طفل مثالي. تمام. فأما إذا كان بناخذ الجانب السلبي منه أنه أنا بدي أتعامل معه بحرص شديد، بخوف شديد، عدم الثقة بحدا، أنه أنت لازم ترجع لي بكل شيء، حتى مجرد أنه يقلع ثيابه أنا بدي أقلعه إياهم، يربط بوطه أنا بدي أربط له بوطه، أنا بدي مشط له شعره، أنا بدي أهتم بكل تفصيلة فيه. هو طفل صار بحاجة لإلي، ما عنده مسؤولية، هو طفل استراح، يعني ما عم يفكر بشيء نهائيا، خلص انه في حدا بيعمل عنه كل شيء، فصار مدلل جدا، بيعرف انه كل رغباته متكالي نوعا ما. طبعا بس هي بنحاول نبعد عنها قدر الامكان، يعني لانه بمجتمعاتنا الحمد لله هلا اغلب الاطفال الوحيدين اللي انا عم شوفهم والامس اللي عم تمرق معي صدقا اخلاقيات عاليه، صدقا حرص ضمن المعقول، حتى في تحمل مسؤوليه نوعا ما، يعني صار الاهل صار عندهم ثقافه عاليه، صار عندهم اطلاع، صاروا بحبوا يبحثوا، يعني حتى عم يقراوا بكتب بتخص التعامل مع الطفل. فكتير الحمد لله الوعي عند الاهل عم يلعب دور بانه ينتج طفل وحيد مثالي. تمام. هلا احنا عم نحكي عن النظره المثاليه، ولكن ايضا بنشوف بعض الحالات انه الاهل عم يتعاملوا مع هذا الطفل بنوع من الدلال وبنفس الوقت بنوع من الحزم، يعني كمان بيكون كونه هو طفل وحيد فبتكون كل الامال مثل ما بيقولوا معقوده عليه. فخلينا نحكي شو الاساليب اليوم التربويه الصح يلي لازم نتبعها لنتعامل مع هذا الطفل الوحيد، ولا لا هي نفس الاساليب اللي لازم تتبع مع كل طفل؟ هلا لانه وحيد يمكن نحن من خوفنا عليه زياده رح يتبع الأهل نموذج نحن ما منحبه، يمكن هن يكونوا بسبب الحذر الشديد هن يخلوه بعيد عن المجتمع أو يخافوا من الصداقات أو يخافوا مثلا من اجتماعه مع الآخرين. نحن هون عملنا طفل عم يشعر بالوحدة، طبعا هذا أسلوب تربوي خاطئ. الأسلوب الثاني مثلا أنا مثلا بشوف كتير أمهات هن وقت بدهم يتعاملوا مع أطفالهم عم يتعاملوا بحزم وشدة،
يعني هن ما عم يفرقوا بين ان انا عم خاف عليك ولكن عم اتعامل معك بحزم وشده، هي الحزم والشده عم تعمل ضعف شخصيه عند الطفل. يعني انا ما بفضل سواء اذا كان ذكر او انثى، ما بفضل دائما العنف مع الطفل او التأنيبه دائما لانه هو وحيد. انا ما بيصير تروح مع رفقاتك، ما بيصير تروح على السوبر ماركت لحالك، انا هون عم عنفه، هذا التعنيف عم يعمل ضعف بالشخصيه. كمان ما بيصير يعني اسلوب تربوي خاطئ. بنرجع انه كمان الاتكاليه مثل ما قلنا من شوي عم يعمل عنده عدم مسؤوليه. يعني انا لازم اعتمد على طفلي بكثير اشياء بالبيت، ترتيب غرفتك عليك ماما، مسح الغبره بكل اركان غرفتك عليك، ترتيب ثيابك الهدول لحال، ثياب المدرسه لحال، ترتيب كتبك عليك ماما، بتحط كتبك بالشنطه مشان برنامج بكره عليك. تمام، انا اعطيته مسؤوليات، يعني انت عليك مترتب عليك اشياء لازم تقوم فيها، هو صار هون شخص مسؤول. يعني هذا اسلوب تربوي ناجع مع الطفل الوحيد، هو بيعرف انه انا شخص مستقل قادر اعمل شغلاتي لحالي، بنفس الوقت انا عم اتعامل معه. لازم فرق كثير ما بين الحذر والحب. يعني انا اذا بحب طفلي ما لازم اتعامل معه بقسوه باي موقف بحط فيه، لاني انا بدي اعمل منه شخصيه قويه مستقله وبنفس الوقت اخلاقيه. يعني انا لانه ابني وحيد ما بدي نفذ له كل رغباته، انا وقت بدي نفذ له رغباته بدي يكون مثل الفانوس السحري. يعني هو يمكن يكون عنده اللعبه ويطلب مثلها، بس انه لانه بيعرف وواثق تماما انه انا نقطه الضعف عند اهلي وبدهم يلبوا لي رغباتي لانه ما عندهم غيري. فالطفل ذكي، يعني الطفل اذكى مما تتخيلون. اي طفل بيعرف انه انا كل شيء بدي اياه بطلبه من الاهل. نحن بدنا نعلم الطفل الاكتفاء حتى لو هو وحيد، وحتى لو الظروف الماديه بتسمح انه انا اشتري له نفس اللعبه بس يمكن اكبر شوي، بس لانه طلبه ولانه ابني الوحيد انا بدي اعلمه الاكتفاء. ليش؟ انا عم ازرع اخلاقيات. ما بدي ابني لانه وحيد يروح على المدرسه او يكون مع اقرانه ويجتمع مع اقرانه وهو يصير يحكي انه انا عندي من هي اللعبه ثلاثه اربعه. لا، انا هون عم علمه بقى انه يتعالى على المجتمع. ما بيصير يعني حتى الاخلاقيات يعني غير السلوكيات، انا بدي ازرع فيه اخلاقيات تعبر عن جو الأسري. يعني الجو الأسري المفعم بالأخلاقيات والسلوكيات الجيدة، دائما أنا التواصل مع ابني بطريقة جيدة، التفاهم بما لغة حوار جيدة، الجو الأسري مفعم بالمحبة والحب والحنان، وبنفس الوقت يعني منوصل لمرحلة من خلينا نقول صرامة منزلية ضمن حدود. يعني لا حب كتير ولا لا قسوة كتير، الاعتدال بكل شيء. أخذ الرأي الطفل الوحيد كمان كتير مهم، لأني أنا هون عم حسسه بذاته. يمكن أنا ما أرجع لرأيه بس بنفس الوقت أنا عم أخذ رأيه، هو يحس حاله أنه هو طفل مسؤول بهي الأسرة، هو قادر أنه يأخذ قرار. هذا كتير يعني شيء حلو بشخصية الطفل الوحيد. بنفس الوقت برجع بركز على الأخلاقيات لحتى يحب الخير لغيره، هو طفل وحيد بده يحس بالأنانية، بده يحب كل شيء لإله. تمام، فأنا وقت بزرع فيه أخلاقيات أنه قلنا نحب الخير للكل، نحب رفقاتنا، دائما اجبره أنا على الشغلات السلوكيات الجيدة وأنه يساعد الآخرين. كمان الاجتماع بالأصدقاء. هلا الطفل الوحيد في شغلة كتير حلوة وأنا بحبها، أنه هو مصدر اهتمام العائلة كلها، جد جدي أخ عفوا خال عمي خالة، فهو متفتح. يعني كل مجتمعه كبار، أب أم، يعني حتى حديثه بتلاقيه أكبر من أقرانه أحسن. يعني هو عنده انفتاح على المجتمع، هو قادر على حل مشكلاته، أحيانا بيناقش بطريقة كتير حلوة. فكمان حتى طريقة المناقشة أنا بدي أشتغل عليها عند الطفل الوحيد ليكون أول وبالدرجة الأولى مهذب بعيدا عن الدلال المفرط. خلينا نحكي الطفل الوحيد اذا اجى اخ بعد فتره او بعد سنين طويله، كيف رح يتهيأ هذا الطفل الوحيد، كيف او الطفل الصغير كيف رح نحن نخبره انه رح يجيك اخ جديد، انت الاهتمام رح يتقسم بينك وبينه، كيف رح تساعدنا بالتربيه؟ خلينا نحكي كيف نحضره نفسيا، لانه اكيد رح تصير في مشاكل بس يخلق اخ جديد.
هلا من بدايه حمل الام انا دائما باكد على الامهات الحوامل، خصوصا وقت بيكون عندهم طفل من 4 لـ5 سنوات، يعني مشاعر الغيره جياشه، يعني مجرد انه هو عرف انه حدا رح يقسم الحب على اثنين، انا ما فيني اقول له للطفل لكن احنا رح نجيب بيبي ورح نصير نحبكم اثنيناتكم، لا ما انا ما بدي اكد له على النقطه اللي هي بدها تعمل عنده مشكله، انا بدي اروح على منحه ثانيه، ماما انا بدي اجيب لك اخ او اخت تلعب معه مشان تروحوا على الحديقه سوا، تروحوا على المدرسه سوا، دير بالك علي، بكره انت رح تساعدني، انت رح مثلا نحضر انا وياك، يعني انا رح ادمجه بكل شيء رح اعمله، تمام؟ بكره نحن رح نحمم البيبي سوا، رح نروح نشتري، يعني انا وقت بدي اروح على السوق اشتري دياره البيبي بخليه يختار معي الالوان، بس نعرف مثلا شو جنس البيبي اللي جاي، بخليه يختار معي الاسم، بحب يعني اي شيء بجيب له، يا شفت شو جاب لك مثلا اخوك البيبي، هو قال لي انه انا جيب لك هذا، تمام؟ بس اجى البيبي الجديد اكيد رح يكون شوي في حذر بتعاملنا. هلا البيبي الصغير ما رح يعرف مثل البيبي يلي نحن عم نتعامل معه الطفل الكبير الواعي، فنحن لازم نلعب على هذا الوتر انه البيبي ما نو حاسس ما بيعرف، فبنشتغل على الولد الكبير بنفس الطريقة، نخليه يشارك معنا بكل شيء، جيب لي ماما الحفوضة، جيب لي البودرة، جيب لي العطر، تعا انت حط له انت كذا، هو تعلم تأقلم، حطه بحضنك مثلا، نتصور انت وياه، تمام؟ اليوم يلا انت رح ننيمه سوا، نهزله بالسرير كذا، هو تعود تأقلم، وبنفس الوقت نحن هذا الطفل هاملينه قدامه، زرعنا الحب مع الطفل الكبير، الطفل تعلم صار هو كل شيء بده إله ولأخوه، يعني إذا راح بدي أنا لأخي الصغير، تمام؟ علمنا هيك، ما بدك تجيب له، إذا هو نسي أنا بذكره. يعني هو علمياً إنه ما لازم يكون في فروقات عمرية بين الأخين، صح؟ هلأ دائماً يفضل علماء النفس إنه تركوا ما بين سنتين، يعني يربوا مع بعض، تمام؟ بس أنا مثلاً برجع بقول لك أنا مثلاً بين الولدين عندي 4 سنين جبت الولد الثاني. كتير كان تسلمي، كتير كان الموضوع كتير حلو، بالعكس يعني كتير كان في مساعدة من الطفل الأول مع الطفل الثاني، كتير كان في حب، كتير كان في اهتمام، هذا بيرجع على السلوكيات اللي بيتبعوها الأهل، على طريقة البيئة اللي عايشين فيها، ما بيصير كمان الأم وقت الطفل الكبير يقرب على الطفل الصغير من خوفها هي على الطفل الصغير تنهره، لا هذا بيعمل مشاعر مكبوتة عند الطفل تجاه أخوه، يمكن بس يغيب أنا عنه يقدر يأذيه أو كذا، لهيك أنا دائما بزرع الحب بطريقة ما، نحن منعول دائما على الأب والأم دائما على ثقافتهم على طريقة تعاملهم مع المشكلات مشان أصلا لا تصير عنا مشكلات، نحن منتبع سلوكيات بخلينا عن جد دائما يكون جونا الأسري سليم، أطفالنا سليمين، سلوكياتهم سليمة، وبنفس الوقت ما يكون عنا نحن عقدة، يعني أي شيء بيصير مع الطفل نحن رح نتأزم نحن، فدائما خلينا من البداية نكون محضرين حالنا لأي شيء ومحضرين طفلنا، وبنفس الوقت الثقافة العامة للأهل كتير يعني بتلعب دور أكثر. صحيح. صحيح. يعني وهلأ النت ما خلى شيء، يعني أي صحيح. أهل صار فيهم. حكيتي بحضرتك وقت كنتي عم تذكري الطفل الوحيد كنتي عم تحكي أنه هو ممكن يربى بنظرة مثالية أو بطريقة مثالية، ولكن منشوف بعض الأطفال يلي بيتعاملوا بطريقة معنى كتير مثالية، لما بدهم يطلبوا شيء بيبكوا كتير، بيصرخوا ليحصلوا على الشيء اللي بدهم إياه، نتيجة فترة من الدلال تعودوا عليها بالبداية. كيف اليوم الأهل ممكن يتعاملوا مع هاي الحالة؟ طبعا ممكن يقدروا يغيروا اسلوب التربيه، اول شيء كان كتير كتير دلال، بعدين يعني يعني خلص الولد ربي على شيء مثل ما بيقول مثل ما ربيتي حيستمر ولا لا ممكن نعدل اسلوب التربيه؟ هلا تعديل السلوك، هلا انا مستخدمه سلوك مع الطفل مدللته كتير وكل شيء بده اياه اجباري بده يبكي، يعني انا وقت بدي ما اجيب له هي اللعبه وهو بكي هو حقه، لانه انا معلمته وقت يبكي انا عم جيب له اغراضه، وقت انا بعلمه انه انت بكيت ما في الغرض نهائيا خلص هو ما رح يبكي، انا هون عدلت له السلوك بالصدمه، يعني انا صدمته انت بكيت لانك بكيت ما في الغرض، انت بتطلبه بادب، انا قادره عندي هي القدره الماليه، عندي هي يعني فيني انا نظم اموري وجيب لك هذا الغرض، اوكي انا هون معلمته للطفل انه يكون مسؤول، يعني بده يشاركني حتى بالامور يلي هي الامور الماديه، يعني هو بده يكون شخص مسؤول يعني قادر انه يتقبل فكره مو كل شيء انا بريده بحصل عليه، هي السلوكيات يلي بتتبعها الام مع الطفل بتعلمه انه يكون راشد، بتعلمه انه يعني انا بشوف حالات كثير انه طفل عم يبكي وام واقفه هيك ما قادره تعمل شيء، بس انا هون ما بحط الحق على الطفل، بالنهايه الطفل هو صوره
عن تربيتك، تمام؟ فانا بقت بدي اعدل له السلوك بالصدمه. نعم. انا استخدمت معه دلال مفرط، تمام، وما بقى فيني اتراجع، بقى بدي اغير هي السلوك، انا بعمل تعديل سلوك فورا. انت بكيت ما في الغرض، بمشي. انا عملت له صدمه، خلص عرف انه انا ما بقى ماما بتاثر. نعم. مع البكاء بقى ما يجي الاب والتيتا وما بعرف مين، لانه بكي يعطوه اياها ويكسروا كلمه الام. هي يمكن اخطر شيء بالتربيه هو تدخل الكبار وكسر كلمه الام. نحن كثير بدنا نتشكرك، اكيد عالم الطفوله عالم واسع، ولحتى هيك نحمي اولادنا بدنا نكون اكثر رواق وريلاكس لحتى يعني يساعدونا بالمستقبل اللي هو شوي الايام صعبه عم تمر، لازم هيك نكون ريلاكس لحتى ما نظلمهم. شكرا كثير، اهلا وسهلا.